اتفضل يا يوسف. تبقى 120. برافو عليك، 120 صح، 120 صح. اللي بعده نمبر 27، تفضل يا روبا. 100 بيقول لي ترانجل 100 اكس واي زد، تعالوا نرسم الاول ترانجل اكس واي زد عشان نبقى شايفين كل حاجه قدام عينينا. ادي اكس واي وادي زد. بيقول لي الاكس واي ايكوال اكس زد، ادي الاكس واي ايكوال اكس يا اولاد زد، والواي 40. هو دلوقتي عايز الاكس، هقول يا روبا اتفضلي. ها ال y congruent ال z، يعني ال z 40 فانا و 40، تبقى 40 برافو. في ال z، وبعد كده وال x الاكسات تبقى هنعمل ال 40 plus 40 هيطلع 80، وانا هعمل ال x اللي هي 180 minus ال 80 هيطلع 100. برافو عليك، تطلع 100 ديجري صح. شكرا يا رب. بعد كده عندي شكرا. نمبر 28، اتفضل يا شباب. في عندي حمزة حسن، اتفضل يا حمزة. تبقى isosceles. The triangle which has one axis صح، isosceles، برافو عليك. نمبر 29 معاذ مصطفى، اتفضل يا معاذ. 2-1. برافو، 2-1 صح. اللي بعده نمبر 30، في عندي مين؟ يوسف عمرو اتفضل. نمبر 30، Number 30, a triangle measures two angles are 22, then it is a تبقى right angle triangle. برافو. يبقى الأول لازم أجيب الميجر أوف ثيرد أنجل عبارة عن 180 ديجري ماينس، أفتح براكت، 42 ديجري بلس 48 ديجري تطلع 90 ديجري. طالما أنجل 90 يبقى رايت أنجل إيه تراينجل. نمبر 31، أنا شايف شباب كتير هنا يعني موجودين ومش رافعين إيديهم، يعني هتخلينا نعمل زي ما عملنا قبل كده. الطالب اللي انا هقول له اشتغل معايا ومش هيشتغل، سواء ان هو مش هيرد على عليا او ان هو مش هيجاوب، اقول له اتفضل، هعمل له ريموف ويبقى يتفرج على اللايف ده لما ينزل على اليوتيوب. يعني انا عايز الناس كلها تشارك لو سمحت، بدون ما انا اضطر ان انا انادي على حد باسمه. انا عايز الناس كلها تبقى رافعه ايديها، حتى لو مش عارف انا هساعدك. برضو هم خمسه بس اللي موجودين شغالين معايا، يعني انا هبدا انادي على اسماء ناس دلوقتي وابدا اطرد للناس، ولا نبدا نشتغل؟ انا عايز ناس تشتغل، مش عايز اطرد حد خالص. ايوه كده، برافو. لسه 10 دلوقتي، لسه في ناس تاني ممكن تجاوب معانا. يلا يلا يا شباب، ما يعني انا مش عارف ناس نايمه ليه. يلا يا لوجين اتفضلي. لوجين اتفضلي. هتبقى 3 عندي هنا the numbers 4 و 8 ونقط ممكن يكونوا isosceles triangle. هو يعني ايه isosceles triangle اللي جاي؟ يعني ايه isosceles triangle؟ triangle عنده كام سايد ايكوال؟ جن انت معايا ولا قفلت المايك؟ ما حدودك. يعني ايه isosceles triangle اللي جاي؟ triangle عنده two sides equal صح كده؟ طيب انا المفروض دلوقتي يبقى عندي هنا two sides equal، واحد ب 4 وواحد ب 8.
يعني الثيرد سايد المفروض يا اما 4 يا اما 8. تعالي كده لو احنا افترضنا ان هو 4 ماشي، انت اقدر اقول يا لوجين ان انا عندي، انت اقدر اقول ان السايدز دي تنفع تكون تراينجل لو اني كونديشن ساتسفايز. ها انت اقدر اقول ان السايز تنفع التراينجل، ايه الكونديشن بتاعي؟ ان انا لما هعمل بلس لتو سايدز لازم يكونوا جريتر ذان الثيرد ايه سايد، ماشي كده يا لوجين؟ ماشي. طيب انا دلوقتي افترضت ان انا عندي 3 سايدز بتوعي 4 و4 و8، لو عملت 4 بلس 4 يدينا كام؟ Twelve. 4 بلس 4 يدينا كام يا رجعي؟ Twelve. طيب 4 بلس 4 يدينا 8 يا رجعي؟ ال 8 greater than 8 ولا equal 8؟ جاني انت سامعاني؟ طيب ندي فرصة لحد تاني اللي جاي. شباب معايا هنا؟ مريم هشام، اتفضلي يا مريم. مريم هشام اتفضلي. ايت طيب معلش يا مريم بس انا عايزك تشرحي لي ايه الكونديشن. ايت نمبر بي. ايوه انت اجابتك صح، انا بس عايز ان انا يعني نشرح لزمايلنا بس ايه الكونديشن عشان خاطر اقدر اقول ان الثري سايدز دول ينفعوا يكونوا التراينجل، ايه الكونديشن بتاعي؟ الاثنين المفروض يبقوا اثنين يعني السم بتاع التو سايدز يكون equal، جريتر ذان فيعني مش الثيرد هينفع تبقى سايد. 4، علشان لو عملنا 4 plus 4 برافو، هتبقى كام؟ 4 plus 4 هيبقوا equal، 8. فلازم تبقى 8. 8 plus 8 هتبقى equal، لا انا مش هقول هتبقى 8، 8 plus 8 هتبقى انا مش هقول 8 بلس تبقى 8. 4، انا هم هعمل 4 بلس 4 هتدينا 8 ايكوال الثيرد سايد، لكن انا عايز يكون 8 plus السم 4 بتاع التو سايدز لازم يكونوا جريتر ذان ال 8، فاهماني كده؟ فهعمل كده 4 و8 12، فعلا 4 تمام. و8 تبقى جريتر ذان. ايوه تمام. ماشي شكرا يا مريم. طيب اللي بعده شباب، في ياسين وائل، اتفضل يا ياسين. ياسين وائل اتفضل. 3 axes of symmetry. الايكواتور تريانجل فعلا عنده 3 اكسس اوف سنتري. ماشي شكرا يا ياسين، شكرا حبيبي. طيب بعد كده شباب عندي هنا في برضه 9 بس هم اللي بيشاركوا. طيب احنا انتوا مضطرين، انتوا هتخلوني اضطر ان انا اتبع نفس الاستراتيجيه اللي عملتها قبل كده برضه. في عندي هنا فرح عمرو، اتفضلي يا فرح. فرح عمرو، ألو، أيوة، يلا يا فرح اتفضلي. نمبر 33 هتبقى 2 over 3 ال A دي. يبقى انا عندي هنا الاول، تعالي نعمل درون كده للتريانجل. هنا ادي تريانجل اي بي سي اهو، ودي هي الميد بوينت او بي سي. اوكي وعندي هنا الام هي دي سم بوينت. ماشي ماشي، انت في عندك بس صوت جنبك. محمود اي اتفضلي. هتبقى دلوقتي هو هنا عايز، هنا عايز الـ AM تبقى عبارة عن إيه؟ الـ AM equal إيه؟ 2 over 3 الـ AD. برافو عليك، شكرا، برافو عليك، أنت شطورة. 2 over 3 الـ AD.
شاطر شاطر. يلا الشباب اللي بعده، اللي بعده يا شباب. ها في 10 بس رافعين ايديهم، في 10 بس، في 20 واحد تقريبا قاعدين بيتفرجوا علينا بدون اي لازمه. طيب تعالوا بقى نبدا ان احنا ننقي من الناس اللي هي كسلانه شويه، نصحصحها معانا يا اما يطلعوا بره. في عندي هنا مريم، اتفضلي يا مريم، نمبر 34. مريم اتفضلي. مريم مريم مفيش استجابة، أنا آسف يا مريم. نكمل مع بعض، في شباب تاني برضو لسه كسلان. في عندي هنا كريم، كريم محمد اتفضل يا كريم. كريم محمد اتفضل. ماشي يلا يا كريم، ماشي نمبر 34. ثانية بس حضرتك. انا عندي تريانجل اي ان بي اي سي، بي سي نعمله دروينج الاول. في ترانجل ميجر بي ايكوال، وادي ميجر بي 90 ماشي اهي، تمام كده. يلا قال لي الاي بكام يا حبيبي؟ 60 ديجري. يلا قول لي بقى الاي سي ايه علاقته بالاي بي؟ الاي سي ايه علاقته بالاي بي؟ 2. عرفت ازاي ان هو 2؟ هي 2 صح، ماشي كده 2 صح، بس عرفت ازاي يا كريم عشان بس نشرح لزمايلنا؟ والاي بي نعم، لان الزاويه لان الزاويه الكبيره بيكون قدامها اللي هو بيكون قدامها الخط يعني بيكون قدامها اكبر خط. لا يا كريم مش هو ده السبب للاسف. انا عندي الترينجل اي بي سي، انجل اي 60 وانجل بي 90، يبقى انجل سي بكام؟ 30. انجل سي بكام يا حبيبي؟ 30 مش انا عارف ان السايد الاوبز 30 مش انا عارف ان السايد الاوبزيت للانجل 30 اللي هو الاي بي بيكون هاف الهايبوتنس اللي هو الاي سي، صح؟ يعني الاي بي هاف الاي سي، او اقدر صح اقول ان الاي سي دبل او توايس الاي بي. فهمت بقى ليه جت 2؟ شكرا يا كريم على مشاركتك معايا، شكرا. بعد كده عندي نمبر 35، تبدأ الناس ترفع ايديها احسن. برافو، انا مبسوط من الناس والله. ايوه كده يا شباب، ايوه كده، في 20 طالب دلوقتي قدامي بدأوا ان هم يرفعوا ايديهم ويشتغلوا، انا مبسوط من الناس، هو ده اللي انا عايزه، عايز الناس كلها تشتغل. اتفضل عمر، عمر الهلالي اتفضل. A B C is an equilateral triangle. Then the measure of the exterior angle equal ها 120. برافو عليك، شكرا. 120. شكرا يا حبيبي. اللي بعده في مين تاني؟ في عندي نورين عماد، اتفضلي يا نورين. نورين عماد نمبر 36. مستر سؤال، سؤال بس، هو احنا ها؟ ايوه ما انا مش سامع. المفروض اعمل ماينس 70 بلس 60 برافو علشان اطلع اكس، شاطر. عشان واي زد تبقى ايه الاكس زد، هتطلع 50، هعملها على الكالكوليتر بس هتطلع 50، انا حسبتها لك هتطلع 50. يبقى دلوقتي ميجر اوف انجل اكس ايكوال 50، ماشي كده. واي زد ثانية واحدة، ما بين الواي ما بين الواي والزد هنحط تحت ميجر اك ميجر اكس. برافو، يبقى هنا في لتر اكس وهنا الاكس والواي، وما بين الاكس والواي هنحط زد. برافو تمام، وعندنا الميجر ميجر انجل زد ب 70 وميجر انجل اكس ب 50، يبقى احنا هتبقى عندنا اكس واي جريتر ذان واي زد. برافو عليك، ده اختيار نمبر بي. شكرا يا نورين، برافو عليك.
أو الناس بتشارك و... لا ونبدأ إن إحنا يبقى في تفاعل بيني وبينكم كده، هو ده اللي مطلوب من اللايف معانا، مش الناس تفضل تتفرج عليا وفي التلاتة أربعة بس هم اللي شغالين، لا. ها مين تاني رافع إيده؟ في 14 واحد، بدأت الناس تقل، أنا مش عايز الناس تقل. هختار الناس اللي مش رافعة إيديها ولو ما جاوبش أو ما شاركش معانا هقول له اتفضل هعمل له ريموف، أنا مش عايز أعمل ريموف لحد تاني، أنا عايز الناس كلها تشتغل. أنا عايز أشوف ال 34 طالب قدامي كلهم رافعين إيديهم، لو سمحتوا. ها ها برضو لسه في لوجي عمرو، اتفضلي يا لوجي. لوجي عمرو نمبر 37، يلا يا لوجي. هتبقى 9. ثانية واحدة، انت اخترت 9؟ طيب ليه 9 يا لوجي؟ ليه 9؟ يعني اخترتيه بناء على ايه؟ لما فيش لو قول يا لوش. ان هو عشان فور وناي، لو حسبناهم يبقى ناي يبقى غلط، هيبقى مثلا 10، علشان لو عملنا 5 بلس 4 ايكوال 9، بس كده يبقى مش هترينجل، عشان لازم الاثنين يبقى اثنين اكبر من الثالث. برافو عليكي. طيب اختار مين بقى؟ يبقى دلوقتي ولا 9 تنفع ولا 10 تنفع. طيب اختار 1 مثلا. لا ما ينفعش، لازم ال 8، مش يبقى لازم برافو اكبر عليكي. من الثاني قريب منهم مثلا. لا مش قريب، ده اكبر، بحيث لما اعمل 4 بلس 5 يدينا 9 يطلع جريتر ذان ال 8، يبقى كده هي الاختيار هو ال 8. ماشي كده؟ تمام. شكرا لك. اللي بعده يلا شباب، برضو الناس مش راضية ان هي تشارك، الناس كلها تشارك من غير ما اختار حد مش رافع ايده. جنى حسام اتفضلي يا جنى. نمبر 38 يا مستر صح؟ ايوه 38 يا جنى. في الايسوسلس ترينجل ماشي، الميجر بتاع الفيرتكس هتبقى 50. يلا تبقى 15. هتبقى 15. طيب بص معايا، انا دلوقتي تعالى نحسبها مع بعض كده، انا عندي اهوت ده قد ده وهي دي الفيرتكس، المفروض ان البيزا تبقى بكام؟ 65. عرفنا ازاي؟ 180 minus 50 over 2 تطلع 65. هو هنا قايل لي 50، طب 50 بلس كام يدينا 65؟ 15 صح. برافو عليك يا جنى، شاطر. خلي بالكم من الاسئله دي يا شباب. نمبر 39، نمبر 39. بدات الناس تقل تاني. طيب في عندي هنا علي، علي محمود اتفضل يا علي، نمبر 39 يا علي. علي محمود علي صوتك مش طالع يا علي، هو بيحاول يتكلم بس علي للأسف صوته مش طالع، عنده تقريبا مشكلة في المايك. علي محمود، طيب هو علي أنا شايفه بيحاول يتكلم بس ما فيش صوت خالص. ماشي علي. طيب في عندي مين تاني من الشباب؟ في عمر سامي، اتفضل يا عمر. هتبقى 8. بيقول لي ترانجل اي بي سي، الاي دي ميديان والام هي الانترسكشن بوينت او كونكرنت بوينت، الاي دي 9، يبقى الدي ام هيطلع كام قلت؟ 8. طيب انت حسبتها ايه ازاي؟ بص معايا كده. بس الاول امسح الجزء اللي احنا كتبناه ده عشان نفضي مساحه لينا. بص معايا كده يا عمر، انا عندي ترينجل اهوت حبيبي اي بي سي، والدي اهيت هي الميد بوينت، والاي دي ده ميديان، وادي الام اهي. انا قايل لك الاي دي كله ب 9، يبقى الام دي ايه علاقته من الاي دي؟
الام دي اهوت، ايه علاقته بالاي دي؟ ثيرد. ماشي يا عمر، ايكوال يبقى ثيرد باي 9 تطلع كام يا حبيبي؟ 3 سنتي ايه متر. 3 سنتي ايه يا عمر؟ متر. فهمت كده يا عمر؟ ماشي ماشي يا حبيبي. يلا يا شباب اللي بعده نمبر 40، هنا نمبر 40 اهيت. بعد كده عندي في عندي هنا فرح عمرو. اتفضلي اتفضلي يا فرح. الو. ايوه يا مس. اي يا فرح اتفضلي. نمبر 40 الديجونال بتاعت ال هتبقى 9. هتبقى 9 صح، برافو عليك، شكرا. بعد كده نمبر 41 in equilateral triangle measure of each angle is. سؤال سهل اهو يا شباب. في عندي سيف، سيف مش موصل اصلا. اتفضل يا سيف. سيف اتفضل. سيف اتفضل. سيف طيب، هو سيف خرج لوحده. طيب كويس، تعالوا نشوف تاني. جمانة محمد اتفضلي. جمانة هيبقى 2 نمبر 41 in the equilateral triangle the measure of each angle is. في الإكواتورال تريانجل كل انجل الميجر بتاعها بكام؟ 6. بكام؟ 60. 60 برافو عليك. شكرا. 60 شكرا. نمبر 42 نمبر 42 احمد اسامه اتفضل يا احمد. 0 The scalene triangle has zero axis of symmetry. Bravo. Zero axis of symmetry. شكرا. Number 43. Which of the following numbers can be side lengths of a triangle? سؤال سهل جدا يا شباب. في عندي هنا. سلمى أسامة. تفضلي يا سلمى. سلمى أسامة. ايوه يا مستر. ايوه في سلمى اتفضلي. مين هنا ينفع يكون سايد للتراينجل؟ هو نمبر سي صح؟ نمبر 43 انهي واحده فيهم؟ هتبقى نمبر سي. برافو عليك صح. نمبر سي؟ شاطر. سي لا هي سي صح يا سلمى صح. هي فعلا عشان لو عملت 7 بلس 9 هيدينا 16 جريتر ذان 14. شاطر. نمبر 44 نمبر 44 يلا يا شباب. انا مش شايفه الارقام. شباب هنا معايا ميرنا محمود اتفضلي يا ميرنا. هتبقى 3x من minus 1 من هنا اللونج سايد x بلس 4. طيب عرفت plus 2x بلس 3 ايكوال 180. ماشي، انت الاول هتجيبي انجل اكس بكام صح؟ صح كده؟ انت هتعملي كل دول بس بعض ويديكي في الاخر 180. ماشي صح. يبقى هي الاول كده هتعمل ان 3x ماينس 1 بلس x بلس 4 بلس 2x بلس 3 ايكوال 180. 3x وx وx و2x يبقى كام x كده؟ هنا في 3 وهنا 1 يبقى كده 4 وهنا 2 يبقى 6 ايه؟ 6 x.
طيب نيجاتيف 1 بلس 4 بلس 3 اكس تطلع كام؟ نيجاتيف 1 بلس 4 ادي كده 3، 3 و 3 يبقى كده 6 ايكوال 108 لا هي بلس 3 ايكوال 108. حلو، دلوقتي بقت ايكويشن عاديه جدا. هتجيب الفاليو بتاع الاكس ازاي؟ مش كده هتودي 6 الناحيه الثانيه بايه؟ هنودي 6 الناحيه الثانيه بالماينس. برافو، يبقى 6 اكس ايكوال 180 ديجري ماينس 6، يبقى 6 اكس يطلع بكام؟ ها 174. تمام كده 74، يبقى الاكس ايكوال ها اوفر 6 اوفر 6. برافو عليك، ممكن تحسبيها لي لو سمحتي؟ يبقى دلوقتي نقدر نجيب ميجر انجل ايه ايكوال 3 باي 29 ماينس 1 تطلع كام؟ احسبها لي. ونجيب ميجر انجل بي 4 بلس 29 ونحسبها، دي سهله دي، تطلع 33. وميجر انجل سي تطلع 2 باي 29 بلس 3. ممكن بقى تحسبي لي 3 انجلز دول، احسبي لي انجل ايه طلعت بكام؟ طيب هو تقريبا الصوت فيه مشكلة عندها. ها ميرنا، اتفضلي يا ميرنا، المايك قفل عندك ليه؟ يلا يا ميرنا كملي. ها أول واحدة تبقى 86 اللي هي أنجل إيه صح؟ 86 ثواني. أه تمام، والبي أنا طلعتها، والسي 61 61 ديجري. تمام كده، مين هي greatest angle؟ A. يبقى مين longest side؟ B C. برافو عليك، يبقى هنا اختار مين يا اولاد؟ البي، البي سي. طيب كده شباب احنا هنكون خلصنا جزء الريفيجن بتاعنا النهارده، ان شاء الله هنتقابل مع بعض، وانا هحاول ان شاء الله انزل لكم مودل انسر للشيت بتاع الالجبرا وشيت الجيومتري ان شاء الله على جروب برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.